التقاطعات في قلب القارة الإفريقية سيما مغلقة المنافس النهرية، مما جعل اقتصادها يتدهور بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا. كل هذا جعل البلاد تتجه نحو مجالات اقتصادية أخرى، التي أفضت البلاد إلى تنظيم طاولة مستديرة في باريس لدعم الخطة الوطنية للتنمية. الحدث الاقتصادي الأبرز الذي شهدته البلاد في خلال عام 2017، وفي سبيل تطوير وتحسين الاقتصاد الوطني لجأت الحكومة إلى سياسات حكيمة تستند إلى تشجيع القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمبادرات الأهلية إن كان الأمر يتعلق بإنشاء شركات بالتركيز على المشروعات الصغيرة عبر الوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات. في 2007 4500 شركة كونوا، ونور الناس كونين الشركة ده ما قاسي ناند بإندا 7200 يجي يقدر يسوي الشركة حقه 7200 بس. كان زول وهيدا كان مرة فيقة ب7200، شركة آخر اسمه سوستار اسمه سبتي لي 200 شركة يعرفوا ده ب 14200. ما قاسي كان جو بعد يوم بعد يومين يلقوا أوراقهم، ونهنا قاعدين نساعدوا كتير ناس كتير إنهم فكر كان تزور تاج تزور تجارة إلا تسوي إتويت عندنا إمكانيات هنا نساعدهمش خلي يجوا. يعني ده الوقت من هاكم ما هنا تجارة أنه كان جود شيء ما نشيله منهم، شيء ما نشيله منهم إلا نساعده. أن الاستثمارات الأجنبية سبيل للرقي والنهوض بالاقتصاد الوطني. مهم للرئيس الدولة أي يوم بقابل اسمري جايين من برا كان ماشي خاري كل بقابلهم، حين نقابل في وزارة كل بقابلهم. أي بلد ما نقدر نبنو بلا استثمار. وتعول السلطات العليا على تنفيذ خارطة الطريق لمنح الاقتصاد الوطني قوته ليفتح الباب أمام عودة الروح للقطاع الاستثمار الأجنبي، حيث أبرمت العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع كل من الجمهورية التركية والمملكة المغربية، السودان والبنك العالمي والبنك الإسلامي للتنمية وشركات عالمية في مجال الطاقة والاستثمار والمياه والتنقيب عن الذهب الأسود والتجارة وغيرها من المبادرات التي تعمل في جلب المستثمرين للبلاد. إلا أن رئيس الجمهورية عاد يؤكد من جديد في خلال حفل تنصيبه في 8 أغسطس المنصرم مبدأ حرصه الرمي إلى تحسين الحياة الاجتماعية والمعيشية للمواطنين ومحاربة الفقر، مضيفا رئيس الجمهورية دريديبي إتنو السعي إلى منح فرص للاستثمار الأجنبي وجلب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تسهيلات تمكن رجال الأعمال الوطنيين من المساهمة وزيادة نمو الاقتصاد الوطني.